بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله بإذن الله موعدنا النهاردة مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وموعدنا النهاردة إن شاء الله مع درس في غاية الأهمية، وهو درس كان وأخواتها. ينبغي في نهاية الحصة أن تكون قادرا على إعراب الجملة الاسمية بطريقة صحيحة والشعور بأهمية القواعد النحوية في حياتك، والأهمية طبعا في نطق القرآن الكريم واستخدام اللغة العربية استخداما صحيحا، استخدام كان وأخواتها بطريقة صحيحة اللي هنتعرف عليها النهاردة، والتعرف على أركان الجملة الاسمية وعلى أنواع الخبر، إعادة تاني على أنواع الخبر اللي خدناها المرة اللي فاتت. سؤال في البداية، إيه هي أركان الجملة الاسمية؟ ما أركان الجملة الاسمية؟ يلا بقى نشتغل مع بعض كده بسرعة. أركان الجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين وهما المبتدأ والخبر. تأمل معي هذه الأمثلة. كان الزحام شديدا، لاحظ كان اللي جاي في بداية الجملة دي وبات وظل ويصير. بات الضيف شبعانا، يصير الهلال بدرا، ظل الضباب كثيفا. لاحظ حاجة في الجمل دي؟ لو لاحظت هتلاقي ان من غير الافعال اللي جاي في الاول، الزحام شديد، الضيف شبعان، الهلال بدر، الضباب كثيف، كلها جمل اسمية قبل أن ندخل عليها كان أو بات أو يصير أو ظل. فالزحام شديد جملة اسمية، الزحام مبتدأ مرفوع بالضمة وشديد خبر مرفوع بالضمة. الضيف شبعان، ضيف مبتدأ مرفوع بالضمة وشبعان خبر مرفوع بالضمة. الهلال بدر نفس النظام مبتدأ وخبر، والضباب كثيف مبتدأ وخبر. إذن الجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع كما تعودنا، لكن عند دخول بعض الأفعال أصبح المبتدأ كما هو والخبر أصبح منصوبا، زي ما قلنا بات الضيف شبعانا. تمام، هي الضيف مبتدأ وشبعان خبر، لما دخل عليها بات أصبحت الضيف وشبعانا، يبقى بقت واحدة مرفوعة وواحدة منصوبة، عشان كده اسمها الأفعال الناقصة أو الناسخة، لأن ما بتسيبش الجملة الإسمية في حالها، إنها بتخش على الجملة الإسمية بترفع المبتدأ وبتنصب الخبر. دي اسمها كان وأخواتها. ايه هي كان اخواتها بقى؟ ايه العيله الظريفه دي؟ إيه الاخت الكبيره اسمها كان، وهنقول ليه هي الاخت الكبيره مش اصبح ولا امس ولا الباقيين. كان اصبح امس، ظل اضحى بات، صار ليس، ما دام وما زال. وفي عندنا كمان حاجات تانية هناخدها ان شاء الله في اولى الثانوي، اسمها ما فتئ وما برئ وما انفك، ده افعال كتيره اللي هي المنفية اللي بتيجي في الآخر دي. تاني، كان أصبح أمس، ظل أضحى بات، صار ليس، ما دام وما زال. هذه الأفعال يأتي من بعضها، يأتي من بعضها الماضي والأمر والمضارع، ويأتي من بعضها الماضي والأمر والمضارع فقط، ولا يأتي منها الأمر، ويأتي من بعضها الماضي فقط ولا يأتي منها الآخر. مثال، كان فعل ماضي، يكون مضارع، كن فعل أمر، أصبح ماضي، يصبح مضارع، أصبح أمر، أمس يمسي أمس، بات يبيت بت، ظل يظل ظل، صار يصير سر، لكن لم يبرح أو لا يبرح أو ما برح، المضارع لا يبرح والماضي ما برح ما ينفعش يجي منها الامر. فانفك وما زال وما فتئ يجي منها الماضي والمضارع، لكن ما ينفعش يجي منها الامر. ما دام لا ياتي منها الا الماضي فقط، وما دام وما فتئ وما انفك مش عليكم. تمام، لكن بنقولهم كمعلومه اضافيه تكونوا عارفينها.
يبقى ليه الأفعال دي اسمها أفعال ناقصة؟ ليه تسمت بهذا الاسم؟ الأفعال الناقصة الناسخة. تعالوا كده نشوف مع بعض. اسمها ناقصة لأنها لا تكتفي بوجود اسمها، لكن تبقى الجملة بتاعتها ناقصة. طب إزاي نخلي الجملة بتاعتها كاملة مش ناقصة؟ تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى خبر. طالما محتاجة إلى خبر يبقى اسمها فعل ناقص. فعل ناقص يعني إيه ناقص؟ يعني عايز حاجة تكمله. فالجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر. ولنفرض مثلا إن أنا لو قلت المبتدأ بس، زي ما الموجود عندك الأمثلة كده، كان زيد. أيوه، كان زيد إيه؟ لسه مش عارف. ظل الضباب. طب ظل الضباب إيه؟ مش عارف. أصبح الرجل. أصبح الرجل إيه؟ مش عارف. لكن لازم إن إحنا نحط لها خبر. تمام؟ فالخبر اللي إحنا هنحطه لازم يكون يتمم معنى الجملة، عشان كده اسمها ناقصة، لأنها لو جت بالصيغة اللي قدامك دي يبقى ينقصها خبر. ينقصها خبر، عشان كده اسمها أفعال ناقصة. تمام؟ طيب ليه بقى اسمها أفعال ناسخة؟ عشان بتنسخ الخبر أو بتنصب على الخبر. بتنصبه بعد ما كان مبتدأ مرفوع بالضمة وخبر مرفوع بالضمة، لا بقى اسمه خبر كان أو خبر واحدة من أخواتها منصوبة. عشان كده اسمها ناسخة أو ناصبة. تمام؟ فلما اجي اعرب كان او اعرب اي واحده من اخواتها اقول ايه؟ فعل ماضي ناسخ ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. اكتبوا عندكم: فعل ماضي ناسخ ناقص يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره. افتكر انا وانا اديكم كده في سته ابتدائي كان المدرس اللي ما يقولهاش كلها كده على بعضها يتضرب. كان فعل ماضي ناسخ ناقص يرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. يبقى هو كده عربت كان، قلت الإعراب بتاعها بالمشتملات بتاعة التعريف بتاعها، القاعدة بتاعتها كاملة كلها. ده فعل ماضي ناسخ ناقص، تمام، بيرفع المبتدأ ويسمى اسمه، يبقى زيد دي اسم كان، وينقص هنا خبر كان، يبقى خبر كان منصوب بالفتحة. تمام؟ كان أخواتها دي اللي احنا قلناهم معانيهم ايه؟ كان تفيد التوقيت المطلق وغالبا بتيجي في الماضي. هنقف عند النحو هنا وارجع تاني للنصوص. تمام؟ لما اقول كان الله غفورا رحيما، يعني هل هو في الماضي؟ لما اقولش فعل ماضي يفيد الماضي، التوقيت في الماضي، لا هو توقيت دائما. يعني ما ينفعش اقول كان غفور رحيم ودلوقتي ما عادش غفور رحيم، لا هو غفور رحيم ايام زمان وغفور رحيم دلوقتي وهيفضل غفور رحيم على طول، تمام، الى يوم القيامه. يبقى كان تفيد التوقيت المطلق، اصبح تفيد التوقيت الصبح، امسى تفيد التوقيت بالمساء، ظل تفيد التوقيت بالنهار، اضحى تفيد التوقيت بالضحى، بات تفيد التوقيت بالليل، صار تفيد التحول، تحول الاسم الى الخبر. تمام؟ تحول الاسم الى الخبر، مش بقى خبر، لا، حال الحاله. مثلا ايه؟ صار الخشب كرسيا. هو كان خشب وصار ايه؟ صار كرسي. يبقى كان الاسم كان خشب والخبر بقى كرسي. تمام؟ ليس تفيد النفي، او ليس اللهو مفيدا. ليس اللهو مفيدا، دي ليس تفيد النفي. ما زال، ما برح، من فك، ما فرد، ما فتئ، كلها تفيد الاستمرار. يعني لو قلنا مثلا ايه؟ ما زال المؤمن محبوب من ربه. تمام؟ تفيد الاستمرار، وهكذا كل الافعال. يبقى ندي مثال كده على كل واحده. خدوا سكرين شوت من دي، دي القاعده كامله كلها على بعضها. كان مثل كان الامتحان سهلا، ليست الحياه سهله، صار القمر بدرا، بات الجندي ساهرا، أمسى النسيم عليلا، ظل الصديقان متعاونان، أضحت الفتيات سعيدات. ليه سعيدات دي؟ علشان تبقى خبر أضحى منصوب بالكسرة،
يعني جامع المهندس السالم ينصب بالكسره، هنقول علامه الاعراب حالا، اصبح المؤمنون اخوه، اخوه كانوا اخواتها. بقى اعرابها بيكون ايه؟ كانوا اخواتها تدخل، كانوا اخواتها على الجمله الاسميه، كانوا اخواتها تدخل على الجمله الاسميه، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. معاذ بيسأل سؤال كويس، بيقول ليه اتسمت كان واخواتها مش ظله واخواتها او ساره واخواتها؟ ده سؤال اسمه ليه كان ام الباب؟ ليه كان ام الباب؟ لان كان هي الوحيده يا معاذ اللي متصرفه تصرف تام، وممكن تيجي ناقصه وممكن تيجي تامه وممكن تيجي، يعني مثلا هديك مثال ولو انه مش عليك بس مش عايز برضه افتح لك حاجه كتير. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي ما احتاجتش اصلا لا لاسمها ولا لخبرها، فهي كان يعني ايه مع نفسها كده، يعني هي الكبيره بتاعتهم وهي المتصرفه تصرف تام، وبيجي منها الماضي والمضارع والامر، وممكن تيجي منصوبه ممكن تيجي مجزومه ممكن تيجي اي حاجه، فهي الكبيره بتاعتهم هي اللي متصرفه كامله في اللغه العربيه، فعشان كده بنسميها كان واخواتها. تمام؟ طيب نكمل. عايزين نموذج اعراب. كان الفصل صيفا. كان فعل ماضي ناقص. تمام؟ انا كاتب بس يعني الحاجات الاساسيه، لكن عايزين نعربها اعرابها كامل بقى. كان فعل ماضي ناسخ ناقص، يرفع المبتدا ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبره. الفصل اسم كان مرفوع بالضمه الظاهره. اسم كان مرفوع بالضمه الظاهره. تمام؟ طب هو ليه الضمه الظاهره يا مستر؟ ولازمتي ايه الضمه الظاهره دي؟ الضمه الظاهره يعني انا ممكن اقول الفصل لو فحطيت ضمه، فعشان كده اسمها ضمه ظاهره. صيفا خبر كان منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره. طب ليه الفتحه الظاهره؟ عشان صيفا حطيت التنوينه اهي وجميله. طيب هو انا ممكن يجي لي حاجه اسمها ضمه مش ظاهره؟ لو قلت لك مثلا هدى، كانت هدى نشيطه. هدى دي لما تيجي تحط عليها الضمه هتنطقها ايه؟ هديون؟ لا مش نافعه في النطق كده، بقول عليها ضمه مقدره. سؤال بقى، يلا حل مع بعض كده بسرعه. حدد الاسم والخبر اللي كان واخواتها في الجمله التاليه. خد بالك، كان الفنان موهوبا، هقول انا اول واحده، كان الفنان موهوبا. لو شلت كان هتبقى الفنان مبتدا وموهوب خبر، الفنان موهوب، يبقى دي مبتدأ وخبر. تمام؟ لما حطيت كان بقت الفنان اللي هي كانت اسمها مبتدأ بقت اسم كان، وموهوب اللي كانت خبر بقت خبر كان. اسم كان وخبر كان. يلا بقى نشوف فين اسم كان وخبر كان في بقية الجمل اللي تحت. أصبحت الشجرة مزهرة. طيب أدخل سارة على الجملة الآتية ثم حرك أواخر الكلمات. حرك أواخر الكلمات يعني أعربها. تمام؟ الزرع أخضر، عايزين نحط عليها سارة. الشمس حارقة. القلم رفيع الخط. الطعام شهي. عايزين نحط على الجمل دي سارة، دخلت سارة بالذات. أخضر بتنتهي بحرف الراء، ونكره ما فيهاش الف ولام يبقى لازم احط فيها التنوين. تمام؟ لو جينا نعرب يارا وردينا، لو جينا نعرب اخضر، تمام؟ الزرع اخضر مبتدا مرفوع واخضر خبر مرفوع بالضمه. تمام؟ لكن التنوين بالفتحه لازم يتحط له الالف بتاعت الفتحه. يعني لازم اقول صار الزرع اخضرا، لازم احط التنوين. الشمس حارقه. دي تاء مربوطه، التاء المربوطه ممكن احط لهاش تنوين عادي لان مش هيكتب لها حرف. القلم رفيع، القلم صار القلم رفيع الخط،
يا فريدة رفيعة الخط. ليه بقى؟ سارة فعل ماضي، تمام، القلم واسم سارة دي ما فيش مشكلة، رفيع الخط، الخط مضاف إليه، ورفيعة تبقى اسم سارة، تمام، يبقى رفيعة اسم سارة، رفيعة ما فيش ألف من، تمام، رفيعة اسم سارة، خبر سارة منصوب بالفتحة، والخط مضاف إليه، تمام، تمام يا عالية، برضو تنوين يا عالية، مهم جدا. ممتازة فريدة، يا رب برضو نحط التنوين. علامات الإعراب بقى، علامات إعراب اسم وخبر كان فهي كالتالي: يرفع اسم كان بالضمة الظاهرة إذا كان اسم مفرد زي كان الجو صحوا، واخدين بالكم؟ هدينا ويارا، واخدين بالكم؟ صحوا، حطيت الألف بتاعت التنوين. جمع مؤنث سالم: أمست الممرضات ساهرات، تمام، لان انا بتكلم عن اسم كان. جمع تكسير: كان الرجال غائبين. جمع مذكر سالم ينصب بالياء. طيب يرفع اسم كان بالالف اذا كان مثنى مثل بات التلميذان ساهرين. تلميذان اسم بات مرفوع بالالف، ساهرين خبر بات منصوب بالياء. يرفع اسم كان بالواو إذا كان جمع مذكر سالم بالواو. ظل المهندسون اسم ظل مرفوع بالواو، مجتهدين خبر ظل منصوب بالياء، ينصب بالفتحة في حالتين: إذا كان اسم مفرد مثل أضحت الشمس مشرقة، أو كان جمع تكسير مثل ظل الجنود أقوياء. تمام كده؟ ينصب خبر كان بالياء، خبر كان ينصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، مثل لو مثنى هتبقى أمس اللاعبان نشيطين. اللاعبان اسم أمس مرفوع بالألف، نشيطين خبر أمس منصوبة بالياء. أو كانت ينصب بالياء برضو إذا كان جمع مذكر سالم، كان المهندسون محترمين. المهندسون اسم كان مرفوع بالواو، ومحترمين خبر كان منصوب بالياء. وينصب بالكسرة في حالة واحدة إذا كان جمع مؤنث سالم، فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة مثل أصبحت الممرضات نشيطتين. إذن الجملة زي: السماء صافية، سماء مبتدأ مرفوع بالضمة، صافية خبر مرفوع بالضمة. وسؤال، سؤال قبل ما نمتلي على النقطة اللي بعدها، هو ليه حطيت على السماء ضمة واحدة وصافية ضمتين مع إن ده مرفوع بالضمة الظاهرة وده مرفوع بالضمة الظاهرة؟ ليه حطيت ضمة واحدة على السماء أو وجيت على صافية تن حطيت ضمتين اتنين مش ضمة واحدة؟ معاذ قال إذا كان اسم مفرد أو جمع تكسير، طب ما هو ده مفرد وده مفرد دلوقتي يا معاذ. السماء أو مفردة ومؤنثة وصافية مفردة ومؤنثة. السماء أو ضمة صافية ضمتين علشان الألف واللام. بصوا، في عندي ثلاث حاجات في اللغة العربية ما يجوش مع بعض في كلمة واحدة أبدا: الألف واللام والتنوين والضمير. لو الكلمة جه فيها ألف ولام ما يجيش فيها حاجة تانية منه، لا تنوين ولا ضمير، تمام، ولو جه فيها تنوين ما يجيش فيها ألف ولام ولا ضمير، ولو جه فيها ضمير ما يجيش فيها لا ألف ولام ولا تنوين، حاجة منهم بس هي اللي تيجي في الكلمة الواحدة. أديكم مثال: كلمة كتاب حط لها تنوين تبقى كتاب او كتابا. طب الكتاب ينفع اقول الكتاب الكتابا؟ لا. كتابي ينفع احط لها تنوين؟ لا. طب ينفع احط الف ولام مع ضمير الكتابي؟ لا. يبقى الالف واللام، التنوين، الضمير، واحده منهم بس اللي تيجي في الكلمه. فهمتوا؟ طيب لو دخلنا كان واخواتها او كان على السماء صافي، هتبقى السماء
ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كانت السماء صافية، كانت السماء صافية. السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بعد دخول كان وأخواتها أصبحت السماء اسم، كان ما عادش اسمها مبتدأ بقى اسمها اسم كان مرفوع بالضمة. الاتنين دول مش هيجي فيهم مشكلة، المبتدأ بقى اسمه اسم كان فقط، تمام؟ طبعا مرفوع وعلامة رفعه الضمة زي ما هي ما اتغيرتش. تعالي بعدها كلمة صافية، في السماء صافية. صافية إعرابها لما كانت في الجملة الاسمية كانت خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب لما دخلت عليها كان وأخواتها بعد دخول كان أصبحت صافية تن، وإعرابها ما عادش خبر بقى اسمها خبر كان، ومرفوع ما عادش مرفوع بقى اسمها منصوبة، وعلامة رفع الضمة ما عادش بقى اسمها علامة نصبه الفتحة. فهمتوا إيه التغيرات اللي بتحصل؟ بعد ما كانت خبر مرفوع بالضمة بقت خبر كان منصوب بالفتحة. ده اللي بيحصل في الجملة الاسمية. تعالوا نبدأ أمثلة. اللاعبان متعاونان، لو دخلت عليها أصبح، تبقى أصبح اللاعبان متعاونين. المعلمون نشيطون، تبقى ظل المعلمون نشيطين. الآباء أذكياء، تبقى أمس الآباء أذكياء. ده اللي بيحصل في الجملة الاسمية لما يدخل عليها كان وأخواتها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. علامات إعراب اسم كان وخبرها، طبعا المفرد وجامع التكسير. اسم كان بيرفع وخبر كان بينصب. اسم كان بيرفع وخبر كان بينصب. هقول مثلا المفرد وجامع التكسير بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. المثنى بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع مذكر السالم بيرفع بالضم بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. بس اللي لزمني الرفع والنصب بس. فاسم كان بيكون مرفوع اما بيرفع بالضمة في حالة انه مفرد او جمع تكسير، واما انه بيرفع وجمع مؤنث سالم كمان، واما يرفع بالالف في حالة المثنى، ويرفع بالواو في حالة جمع المذكر السالم. خبر كان بيكون منصوب دايما، بينصب بايه بقى؟ بينصب بالفتحة لو كان مفرد او جمع تكسير، ينصب بالياء في حالتين لو كان المثنى او جمع مذكر سالم، وينصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. أصبح الاتصال ميسورا بين أرجاء الوطن بعد أن تقدمت وسائل المواصلات الحديثة عبر الأقمار الصناعية التي تجوب الفضاء. فما أعظم العلم يا جيل الحاضر والمستقبل. أعرف ما تحتوي خط في العبارة السابقة. أصبح الاتصال ميسورا. كلمة الاتصال خلاص تعودنا بقى إن الاتصال جاي بعد أصبح، ولو شلنا أصبح هتبقى الاتصال ميسور مبتدأ وخبر. لما دخل عليه أصبح بقت اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضم. عبر الأقمار، كلمة عبر اللي بيجي بعدها بتقرب مضاف إليه. كلمة عبرة اكتبوها عندكم اللي عارفينها، اللي بيجي بعدها بيتعرب مضاف إليه، تمام يا شباب؟ بعد كده عندنا المضاف إليه طبعا مجرور بالكسرة. التي تجوب الفضاء، كلمة تجوب دي يعني بتلف، ودي فعل. طب طالما فعل يبقى عندي سؤالين اتنين لازم ان انا اسألهم اول ما اشوف الفعل، مين وايه؟ مين وايه؟ مين اللي بيجوب؟ الأقمار اللي هي تجوب إيه؟ الفضاء، يبقى مفعول به منصوب بالفتحة، تمام؟ يبقى تجوب هي الفضاء، الفضاء مفعول به منصوب بالفتحة. استخرج من الفكرة السابقة خبرا لفعل ناسخ ومضاف إليه. خبر لفعل ناسخ، احنا عندنا الفعل الناسخ كلمة أصبح
تمام، اسمها الاتصال وفعلها ميسورا ونوعه مفرد ومضافا اليه. في عندنا بقى اكتر من مضاف اليه. اولا كلمه بين ارجاء الوطن، بين ده ظرف، واللي بيجي بعد الظرف على طول بتعرب مضاف اليه، وكلمه ارجاء بتاعت الوطن يبقى الوطن مضاف اليه. فعندنا في السطر اللي بعده وسائل المواصلات، الوسائل بتاع ايه؟ بتاع المواصلات. عود نفسك، بتاع ايه مضاف اليه؟ بتاع ايه مضاف اليه؟ وعبر الاقمار قلناها جيل الحاضر، الجيل بتاع ايه؟ بتاع الحاضر والمستقبل. بارك الله فيكم. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حصه اليوم. كان معكم مستر محمد معروف، معلم اول للغه العربيه بمدارس المنصوره كوليدج الدوليه للغات. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.